مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. الأجواء خلال أيام هذا الأسبوع معتدلة، ربيعية معتدلة إلى حارة نسبيا في البداية، ثم حارة نسبيا إلى حارة مع نهاية الأسبوع. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نبدأ باستعراض الأحوال الجوية اعتبارا من يوم الأحد. يوم الأحد أجواء معتدلة في المناطق، ربيعية معتدلة في المناطق الجبلية إلى حارة نسبيا، وحارة نسبيا إلى حارة في الأغوار والعقبة والبحر الميت. الأجواء درجات الحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 30 والصغرى 21، المرتفعات الجبلية الوسطى 29-20، المرتفعات الجنوبية 26-16، الأغوار البحر الميت 38-22، وخليج العقبة 37-22. والأجواء مغبرة في المناطق الصحراوية الجنوبية الشرقية 30-21 أجواء مغبرة، وكذلك المنطقة الشرقية أجواء مغبرة العظمى 35 والصغرى 20 درجة مئوية. يوم الاثنين أيضا استمرار الأجواء معتدلة، ربيعية معتدلة في النهار إلى حارة نسبيا، درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بشكل واضح، على الأقل ما بين 4 إلى 6 درجات مئوية. وبالتالي فإن درجات الحرارة المتوقعة في المناطق الشمالية 31 العظمى والصغرى 21، المرتفعات الوسطى 29-21، المرتفعات الجنوبية 27-17، الأغوار والبحر الميت 38 إلى 26 درجة مئوية، وخليج العقبة 38 إلى 24، والبادية الجنوبية الشرقية 31-20، والبادية الشرقية أجواء حارة نسبيا 35-20 درجة مئوية. يوم الثلاثاء أيضا استمرار الأجواء ربيعية معتدلة في مناطق المرتفعات الجبلية إلى حارة نسبيا، حارة نسبيا إلى حارة في الأغوار والعقبة ومنطقة البادية الشرقية والبادية الجنوبية الشرقية. درجات الحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية العظمى 32 والصغرى 21، المرتفعات الوسطى 29-19، المرتفعات الجنوبية 27-16، والأغوار البحر الميت 39 إلى 26 درجة مئوية، وخليج العقبة 38 إلى 22، البادية الجنوبية الشرقية 31-22. وهناك فرصة لبعض الأمطار المتفرقة في مناطق البادية الشرقية في منطقة أرويشد وعلى الحدود الأردنية العراقية، والعظمى المتوقعة 35 والصغرى 21 درجة مئوية. يوم الأربعاء نهاية هذا الأسبوع ارتفاع واضح على درجات الحرارة، أجواء حارة نسبيا إلى حارة في معظم مناطق المملكة، المناطق الشمالية 33 العظمى والصغرى 21، المرتفعات الوسطى 31-20، المرتفعات الجنوبية 28-17، والأغوار البحر الميت بتكون العظمى بحدود 40 درجة مئوية والصغرى بحدود 28 درجة، وخليج العقبة 40 إلى 23، وطبعا أجواء حارة في هذه الحالة، والمنطقة البادية الجنوبية الشرقية 33 إلى 22، وأجواء حارة في البادية الشرقية 37 إلى 21 درجة مئوية. يوم الخميس ارتفاع آخر على درجات الحرارة، أجواء حارة نسبيا إلى حارة في معظم مناطق المملكة، المناطق الشمالية العظمى 34 والصغرى 21، المرتفعات الوسطى 32-22، المرتفعات الجنوبية 29-19، والأغوار والبحر الميت 40 إلى 27، وخليج العقبة 40 إلى 26، والبادية الجنوبية الشرقية 33 إلى 22، وأجواء حارة في البادية الشرقية 38 إلى 23 درجة مئوية. يوم الجمعة إن شاء الله انخفاض على درجات الحرارة، تعود درجات الحرارة أو تعود الأجواء إلى أجواء ربيعية معتدلة نهارا لطيفة ليلا. المناطق الشمالية العظمى المتوقعة 29 والصغرى 17، المرتفعات الوسطى 28-16، والمرتفعات الجنوبية
24 إلى 14، الأغوار البحر الميت أجواء حارة 39 إلى 25 درجة مئوية، وخليج العقبة أجواء حارة 39 إلى 21 درجة مئوية، والبادية الجنوبية الشرقية 31 إلى 17، والأجواء حارة في البادية الشرقية 37 إلى 16 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع